تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. مي حلمي في برنامجها وجهت رساله لخالد الغندور في اسقاط منها بما معناه ان ابنك بيفهم اكتر عنك ازاي. لما خالد الغندور كان عامل لايف على صفحته الشخصيه على الفيسبوك، فكان جايب ابنه يوسف وابنه سيف، ابنه يوسف الصغير وسيف الكبير او العكس. فبيقول له ايه رايك في الدوري السنه دي؟ قال له جميل يا بابا وكويس وكده. قال له طب ايه رايك في الفار؟ قال لو كان في عداله تحكيميه كان الاهلي اخذ الدوري. فخالد فطوطه ضحك ضحكه صفرة. احنا عرضنا الفيديو، لو حضراتكم دورتوا عليه في مكتبه الفيديوهات هتلاقوه من يومين ثلاثه. فما كان من ضيف الحلقه ان هو يرد على مي، هل كان يوسف ابن خالد الغندور بيتكلم بجد ولا بيعمل اسقاط؟ طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الضيف اللي معاه اللي انا معرفوش واول مره اشوفه كان بيرد يقول ايه او رد عليها وقال ايه، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناه لو اول مره تشوفني، وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا وقناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع نسمع ونسمع ونشوف مي حلمي قالت ايه، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. انت دي بنخش على يوسف خالد الغندور قال لو التحكيم عادل الاهلي هياخد الدوري، انا اخدها بمحملين. هو يقصد ايه؟ هل هو يقصد ان التحكيم مش عادل، ولا هل هو بيرمي في المطلق كلمه لو التحكيم عادل بان هو يسيبها للقضاء والقدر؟ بصي، يوسف كان لعيب عندي في فريقي. اوكي، يوسف طبع يوسف اصلا كوميدي، يعني يوسف غير خالد خالص، يعني غير كابتن خالد الغندور خالص. يعني طبعه تلاقيه على طول واخد الامور بهزار كوميديا، حتى في التمرين ممكن يهزر في قلب التمرين، فهو اوريدي اي تصريح بيقوله بيبقى دايما بيبقى قاصد فيه الناحيه الكوميديه. فصدقيني والله انا بكلمك على لعيب كان عندي، يعني انا تشتغل محامي في نادي الزمالك. مش محامي والله، انا اصل انا عارف الولد. لا انا اصل ده كان لعيب بقول لك عندي، فانا عارف. انا عارف عقليته هو دايما بيدي اي موقف. انا سالتك سؤال يا كابتن. قال لو التحكيم تاني يا جماعه، يوسف خالد الغندور قال لو التحكيم عادل الاهلي هياخد الدوري، انا سالت سؤالين. هل هو يقصد ان لو التحكيم فعلا عادل من ناحيه ان هو بيتريق على التحكيم، ولا سايبها للقضاء والقدر؟ لا، هو ممكن يكون التصريح ده فيه سخريه، صدقني والله هو بيسخر من شيء معين، لان انا زي ما انا بقول لك هو اصلا طبعه كده والله. ماشي. بجد طبعه كده، فهو ليه بيسخر من شيء معين فبيجيبها من ناحيه الكوميديه. ماشي طيب. تامر عبد الحميد الحق رجع لاصحابه بوجود الفار، يعني اول سنه يطبق الفار فيها من اول دقيقه لاخر دقيقه الزمالك ياخد الدوري السنه دي، حلال جدا جدا لنادي الزمالك. دونجا اخويا وحبيبي، وانا معاه في التصريح ده بصراحه. تصريح اول في اول سنه يتحقق فيها العداله القرويه. فاحنا خدنا الدوري من انا مش بكلمك دي حقيقه، ولا انا بتكلم من وحي خيالي؟ يعني مش بتكلم من وحي. لا ما تقوليش كده، لا انت لازم تحضريني في الحوار. انا بتكلم من وحي الخيال ولا بتكلم دي حقيقه حصلت؟ اول سنه تطبق الفار فيها السنه دي ولا لا؟ انت اول راجمه الدوري من اول مباراه لاخر مباراه. بس انا سمعت الفيديو بتاع ابن خالد الغندور وكان ليا تفسيرين برضو، زي هي زي ما مي كان ليها تفسيرين. يا اما هو بيعمل اسقاط او تريقه او هبد على النادي الاهلي، وده بنسبه ارجح، او ان هو بيقول الحق ومش عايز يظلم ابوه، لان هو برضو في الفيديو قال ان الفار كان له حاجات عكسيه على الاهلي وعلى الزمالك. فمعنى كده ان هو يعني عنده نوع من انواع الايه، حياديه. ده اللي استشفيته من الفيديو بتاع خالد الغندور. ولكن الضيف بتاعي بيقول ده هو بيعمل اسقاط او ان هو بيتريق او مش عارف ايه. هنخلص من الجزئيه دي. اتكلم على الفار ودونجا قال ودونجا عاد والفار اول سنه طبق السنه دي والدوري العادل. ده الدوري كان فيه كوارث تحكيميه لصالح الزمالك وكوارث تحكيميه ضد النادي الاهلي. كوره داخله بمتر المرمى وما تتحسبش هدف. كرة تانية مش تسلل وحط لك الخط وهي مش تسلل، والفار بيقول لك ان هي مش تسلل والحكم يحسبها تسلل وهو الهدف صحيح، وغيره 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 وغيره. بس معلش،
الفار اتطبق السنه اللي فاتت في نص الموسم الجنايني، قرر ان هو يجيب الفار في نص الموسم اللي فاز بيه النادي الاهلي. يعني التتويه والتطبيل والهبل والعبط اللي بيعملوه البوابين علينا ما ياكلش ما ياكلش. حتى اسلام الشاطر في قناه النادي الاهلي نوه النقطه دي، ان بيبيعوا الاونطه، يقول لك ده دوري العدل اول دوري يطبق فيه الفار. لا يا حبيبي، الفار كان السنه اللي فاتت، والفار في دوري ابطال افريقيا ودوري وفي الكاس وفي كاس السوبر وفي كاس السوبر الافريقي وفي دوري ابطال افريقيا. يعني الفار مش في السنه دي، لا الفار من السنه اللي فاتت. وفي الكونفدراليه لو كان في فار ما كانش الزمالك اخذ الكونفدراليه، لما كان جنش والكوره راقت دخل المرمى والحكم عمل عبيط وعداها. فاكرين 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 لو كان في فار في لقطه كابونجو كازونجو اللي اتزق فيها المدافع بتاع سموحه وجاب الهدف وخدوا بيه كاس حرام، ما كانوش راحوا لبطوله اعلى الكونفدراليه وخدوها برده من حرام، وما كانوش لعبوا ضد الترجي وبن شرقي عمل وسب على لاعب الترجي وجاب منها هدف وبرده خد كاس السوبر الافريقي حرام. ما كله في حرام في حرام يا باشا. ما هي بتبدا بطوبه حرام، حط عليها طوبه، حط عليها طوبه لغايه ما يبقى بيت كله حرام. البيت كله مبني حرام في حرام. فلو رجعنا لتصريحات ابن خالد الغندور ممكن يكون اسقاط وممكن يكون فعلا بيقول الحقيقه، بس في كلا الحالتين هو قال الحقيقه. لو في عداله تحكيميه النادي الاهلي كان اخذ الدوري. كان شوف الزمالك كسب كام نقطه مش من حقه، ونادي الاهلي كسب او خسر كام نقطه مش من حقه. قصدي كانت من حقه، خسر نقاط من حقه والزمالك اخذ نقاط مش من حقه. لعيبه كتير كانت تستحق الطرد في نادي الزمالك ما اتطردتش. لعيبه كتير في النادي الاهلي كانت ليها ضربات جزاء، الحكم تغاضى عن ضربات جزاء. منها محمد هاني وغيره وغيره وغيره، والهدف اللي كان قفشه جت في جنبه ولا جت هنا في صدره، والكوره كانت وايده ورا ظهره والحكم حسبها هاند بول، والكوره بتاعت وحيد اللي رجع لاخر اللعبه وقال لك ده فاول على قفشه، وغيره 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 وغيره. ضربات جزاء للزمالك وهميه يحسبها ضربات جزاء، والمعيار مختلف، الونش يطلع يخبط الكوره ويزق المهاجم وما تتحسبش عليه ضربات جزاء. هو ده العادل. يعني بص، حرامي وبيجح. عارف لما تلاقي حرامي حاطط ايده في جيبك وبيسرق منك الفلوس تقول له عمل فلوس، يقول لك ايه ده انا فلوسي فلوسي حلالي، ده انا كسبت بعرق جبيني. فعايز ما هو حرامي وانت قافشه. فدول حراميه وبرده ما عندهمش دم ولا عندهم ذمه ولا عندهم ضمير. ولكن انا بتمنى من لاعبي النادي الاهلي ان هم خلاص يعوا الدرس، ان هم بيلعبوا ضد الفرق اللي قدامهم وضد التحكيم. تنزل تقطع نفسك وتاكل النجيل علشان تفوز، غير كده معرفش. انت مطالب ببطولات، خلاص صفحه الدوري انطوب. انا حتى لو كنا فزنا بدوري كنا طولنا الصفحه على طول، احنا فاضيين نهلل ولا نعمل زينه ولا نعمل فرح ابن العمده زي ما عاملين في نادي الزمالك. طب دول ناس محارين، احنا ما بنفكر، احنا بنفكر عندنا كاس عالم انديه، عندنا سوبر افريقيا، عندنا كاس مصر كده، مش فاضيين احنا نحتفل بالدوري 20 سنه زي ما هم هيعملوا. ما علينا، ان شاء الله اللي جاي احسن للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. ما تنساش يا اهلاوي يا جميل تدعمنا بلايك للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا وقناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.